جان للهجن وعده محدد والعرب من كل ديره قصدنا باسم الشيخ نسمه وفعله ما خلى الدعم الموروث من ماضي سنينا زايد التاريخ والماضي المخلد زايد اللي حول الصحراء مدينة الزعيم اللي بين الدولة وشياد مجد الأجيال الوطن. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله شوطنا تتواصل في صباح هذا اليوم. شوطنا الخامس تعلن انطلاقته بداية بالجولة الثانية. الجولة الأولى انتهت، سمو هي بطلة التوقيت لأحمد بن سعيد بن بنانة، سجلت 29 ثانية لمسافة 6 كيلومترات. تهانينا له الناموس وتهانينا لكل من فاز في 4 الأشواط اللي انتهت. شوطنا الخامس هملولة، سالم بن يحيى بن عبد الله المنهالي تتصدر قيادة الشوط منذ البداية، نقلة من هملولة إلى المركز الثاني. المركز الثاني تشريف عبد الله بن عوض بن عمر الشامسي، من يقدم تشريف على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث، المركز الثالث المسك، صالح بن محمد بن حربي العامري ياتينا بالمسك. وفي المركز الرابع، المركز الرابع يلي وصلت هذه طرفاشة عبيد بن حمد بن مطوع بن ضاحي الاكتبي، من يقدم طرفاشة في المركز الرابع. وفي المركز الخامس، المركز الخامس أوصلنا مع أمسية سليبان بن بخيت بن سعيد البادي ياتينا بيمسية في المركز الخامس. والمركز السات، السات الكايدة، صالح بن محمد بن سهيل بن هدفة العامري خذت المركز السادس. وفي المركز السابع، المركز السابع تصل الشاهينية، صالح بن محمد بن حطم العامري من يقدم الشاهينية. وفي المركز الثامن، المركز الثامن يلي وصلت هذه شخصية، وشخصية تعود الملكية لسيف بن مطوع بن شمال الظاهري خذت المركز الثامن. وفي المركز التاسع، المركز التاسع مشاهدين الكرام بنحاسب لها شوي يا أبو شهاب، كان أخذ اللي تاتي في المركز التاسع وحاضر في هذا الشوط متأخر شوي، لكن المسافة كافية 6 كيلومترات. السبوق عندها مهل، عندها مهل تلحق بمقدمة الشوط، هذه وعد. حمد بالعصري بالحب العامري من يقدم وعد، وعد موقعها المركز التاسع وشكلها مميز، وعندها الوعد المميز بإذن الله تعالى رعت هالشكل خصوص في الأمتار الأخيرة. لو هدت شوي 6 كيلومترات المسافة كافية أيضا للحوق والسبوق. عموما على كل حال نعود إلى مقدمة الشوط، 2 كيلومترات انهيناها، 2 كيلومترات انهيناها، وأربعة كيلومتر تبقت من مسار الشوط بقيادة هملولة. لكن دخول على هملولة، دخول على هملولة من تشريف عبد الله بن عوض بن عمر الشامسي. هملولة أصبح ثانية، وهملولة تعود الملكية لسالم بن يحيى بن عبد الله المنهالي من يقدم السلالة الهملولية، وموقعها المركز الثاني. وفي المركز الثالث، المركز الثالث المسك، صالح بن محمد بن حربي العامري من يقدم المسك. وفي المركز الرابع، المركز الرابع هذه طرفاشة عبيد بن حمد بن مطوع بن ضاحي الاكتبي، من ياتي بطرفاشة، من ياتي بطرفاشة. وفي المركز الخامس، المركز الخامس ثنايا محليات أصايل يتنافسا إلى نيل الفوز والناموس، وصلت أمسية سليمان بن بخيت بن سعيد البادي، من ياتينا بأمسية. موقع المركز الخامس والسادة الكايدة، صالح بن محمد بن هدفة العامري من ياتي بالكايدة وبجوار الكايدة. الشاهينية، صالح بن محمد بن حطم العامري من يقدم الشاهينية على مستوى المركز السابع. وفي المركز الثامن، وين الثامنة؟ الثامنة ما بنتخلها،
خلك في مقدمة الشوط يا أبو شهاب، خلك مع الكوكبة السباعية، الشعارات قريبة من بعضها البعض، خلاص عادت هملولة، عادت هملولة واستلمت المركز الأول، استلمت المركز الأول كانت في البداية، تأخرت قليلا عادت مرة ثانية واستلمت المركز الأول لسالم بن يحيى بن عبد الله المنهالي، لكن تشريف تشريف ما طاعت، تشريف ما طاعت تسلم القيادة، عادت مرة ثانية عبد الله بن عوض بن عمر الشامسي، المحليات الأصايل يتبادلن، لكن بدت تشريف بالانفراد، تشريف بدت بالانفراد، بدت بالانفراد وتبغي تشرف وتبغي تهدي الفوز والناموس، لكن هني المسك، المسك خطير، يقول ابو شهاب المسك خطير، هل بن حربي صالح بن محمد بن حربي العامري موقعها المركز الثاني، المسك موقعها المركز الثاني، المسك الثالثه هملوله، وهملوله لسالم بن يحيى بن عبد الله المنهالي موقعها المركز الثالث، والرابعه الرابعه طرفاشه عبيد بن حمد بن مطوع بن ضاحي القتبي، من ياتي بطرفاشه، من ياتي بطرفاشه، وتليها مباشره الامسيه سليمان بربخيت البادي، اهالي ولايه صحار واهالي ميدان صحار يطالبون بالفوز والانتصار، يا البادي يا البادي يا مالك يا مالك يا مالك امسية يا مالك امسية، تليها الكايدة صالح بن محمد بن هدفة العامري بالحطم، صالح بن محمد بالحطم متواجد بالشاهينية، لكن السرعة زادت، السرعة زادت وبدون تعليمات، السرعة زادت وبدون أي أوامر تذكر ولا شبه أوامر، والمسك المسك 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 المسك، يا سلام يا سلام، تستلم المركز الأول صالح بن محمد بن حربي العامري، استلم القيادة بالمسك، استلم قيادة الشوط بالمسك، وقادت المسيرة، قادت المسيرة، غادرت بوابة 1500، غادرتها واتجهت اتجاه ايضا صحيح الى الامتار النهائية، الثانية طرفاشة عبيد بن حمد بن مطوع بن ضاحي القتبي، من يقدم طرفاشة، من يقدم طرفاشة، لكن المسك، المسك يلا يا بن حربي 1200 يا بن حربي 1200 يا بن حربي، طرفاش عبيد بن حمد بن مطوع بن ضاحي القتبي على المركز الثاني، لكن المسك ما فيها حيلة، المسك ما فيها حيلة، انهت الخمسة وتبقى عليها الكيلو المتر الاخير وبتكمل المسار، وهي تحمل رقم واحد، وصالح بن محمد بن حربي العامري هو من قدم المسك، من سيطر بالمسك، من سيطر بالمسك، يا سلام يا بن حربي، يا سلام يا بن حربي، احمد العوضي قال شوط للمسك عند الانطلاقة، هي هي تثبت الوجود بينها، صاحبة هذا الشوط، صاحبة هذا الشوط، وبدون أي أوامر تذكر ولا شبه أوامر، أم هناك كلام آخر للأخوان المشاركين، للأخوان المشاركين، عبيد بن حمد بن مطوع بن ضحي القتبي إلى المركز الثاني، بن هدفة مع الكايدة، بن هدفة مع الكايدة، لكن خلاص خلاص، المسك المسك هي المسيطرة، يلا يا بن حربي الخطورة قادمة، الخطورة قادمة، ام بضحي ما بسيط ما بسيط، رافع راية الخطورة، رافع راية الخطورة، لكن المسك يا سلام، وصل التشريف، وصل التشريف، وصل بن عمر، وصل بن عمر، لكن المسك هي القايدة، المسك المسيطرة والقبضة في يدها حتى هذه اللحظات، صالح بن محمد بن حربي العامري قدم المسك، قدم المسك، انطلقت المسك، اوه يا سلام يا سلام، طرفاشة طرفاشة طرفاشة، تحركت طرفاشة، انطلقت طرفاشة الى المركز الثاني بن ضحي، لكن خلاص 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 خلاص، المسك صالح بن محمد بن حربي العامري، تهانينا تهانينا يا ابو محمد على فوز المسك بالمركز الاول، الثانية طرفاشة حق عبيد بن حمد بن ضحي القتبي، والمركز الثالث تشريف، التشريف حق عبد الله بن عوض بن عمر الشامسي، الرابعة رقم 10 الكايدة صالح بن محمد بن هدفة، والخامسة رقم 9 أمسية سليمان بن بخيت البادي، التوقيت
36 ثانية المسك صالح بن محمد بن حربي العامري تنتزع المركز الأول.